بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم خريج العزيز. طبعا كل الناس فرحانه بالاداء العظيم اللي عمله يوسف بالعمري لاعب المنتخب المغربي ولاعب نادي الرجاء، ولكن بالعمري كان ليه تصريحات جميله بيتكلم على لعيبه المنتخب المغربي ازاي استقبلوه بكثير من الحب وكثير من الاخوه داخل معسكر المنتخب المغربي، لان بالعمري اول مره يظهر مع المنتخب المغربي وظهر بشكل كويس جدا، ودي حاجه تحسب جدا للاعيبه المنتخب المغربي، ودي حاجه زمان ما كانتش موجوده في المنتخب المغربي. وطبعا قصه حمد الله في 2019 كانت بتشهد بالحاجات دي، فدي حاجه تحترم، دي حاجه من الحاجات اللي فعلا وليد الكراكي قدر ان هو ينشرها داخل المنتخب المغربي، وهي روح المحبه وروح الاخوه وروح ان احنا بنلعب كلنا بهدف واحد بس، فمفيش حد فينا افضل من حد. بالعمري قال في تصريحات، قال لك ببارك لنفسي وبارك لانفسنا هذا الانتصار الذي لم ياتي بالسهل، لقد جاء بالعمل المستحق الفوز في كلتا المباراتين، لقد كان الوقت كافيا لتحضير المباراتين، حاولنا ان نجهز خطتين تكتيكيتين في المواجهتين، خاصه انك ستلعب مباراتين مع نفس الخصم بعد 3 ايام، كنا ننتظر ان يكون اللقاء صعب لان الخصم سيعرف طريقه لعبنا. تمام، الخصم عارف طريقه لعبك، بس في فرق وفي فجوه بين القوه بتاعت منتخب المغرب المهاريه، في فرق كبير ما بين منتخب المغرب وبين منتخب افريقيا الوسطى، حتى لو هو عارف انت بتلعب ازاي وحتى لو عارف يوقفك ازاي، لكن القدرات الفنيه اللي موجوده عند لعيبه منتخب المغرب صعب يقفها بالنسبه لامكانيات لعيبه افريقيا الوسطى. قال كنا مركزين في كلتا المواجهتين وحاولنا تطبيق تعليمات المدرب، لما اشعر انني العب لاول مره مع المنتخب المغربي لانني تلقيت ترحيبا كبيرا من جانب اللاعبين، انسجمت بسرعه مع المجموعه، فالجميع يتحدثون معي، والصراحه اللاعبين ولاد ناس او ولاد الناس، يعني لعيبه متربيه واللعيبه ما عندهاش اي مشكله مع وافد جديد، ودي تحترم جدا 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 بالنسبه للركراكي. الاخبار دي بتبان ان هي نوعا ما مهمشه ومحدش بيهتم بيها، لكن الاخبار دي مهمه لان الشكل اللي عليه منتخب المغرب حاليا ده يحسب لركراكي ومن قبل وحيد خلوزيتش، الشكل بتاع الاخاء وبتاع الهدوء وبتاع ان احنا كلنا بندور على هدف واحد وكلنا عايزين حاجه واحده، وهو ان احنا ننجح وننجح المنتخب المغربي ونقدر ان احنا كمان ننجح بنجاح الفرقه، فدي حاجه تحترم جدا. قصه ان احنا بنعمل بعض بمساواه وبنعمل بعض باخاء وما عندناش مشكله مع اللعيبه الجديده، ما بنقعدش ان احنا نعمل مجموعات والكلام الحرمنتيشي اللي كان بيبقى موجود قبل كده ده، دي حاجه تحترم جدا، لان منتخب المغرب قبل كده كان بيعاني من الحاجات دي، وياما منتخب المغرب كان عنده العناصر الافضل بس كان دايما التريكات دي هي اللي بتبقى ناقصاه. فالركراكي عشان هو كان لعيب كبير وكان لعيب موجود في منتخب المغرب، فكان عارف كويس قوي مشاكل منتخب المغرب بتيجي منين. فالركراكي فتره توليه منتخب المغرب فعلا قدر يحل كتير قوي من مشاكل منتخب المغرب اللي منتخب المغرب كان بيعاني منها، لان مشاكل المغرب اغلب الوقت كانت دايما بتكون بره الملعب، مشاكل المغرب اغلب الوقت كانت دايما بتكون انضباطيه في غرفه خلع الملابس. فانت دلوقتي عملت غرفه خلع ملابس مناسبه، عملت فريق مناسب، وجدت وحظك ان تواجد لاعبين منضبطين وتواجد لاعبين جيدين، وانت بنفسك قدرت انك تختار اللعيبه دي، في حاجه تحترم جدا بالنسبه للركراكي. وتاني وتالت ورابع، الاخبار اللي انت بتشوفها مهمشه دي هي اللي بيكون جواها تفاصيل مهمه جدا. ولو انت متابع للكره المغربيه من سنين، فالكره المغربيه فعلا من سنين كان عندها مشكله كبيره في الحته اللي الركراكي عليها،